بعد وفاة الحالتين الوحيدتين في العالم، إحداهما بأمريكا والأخرى باليابان، المعروفتين بالإصابة ببكتيريا قاتلة وهي البكتيريا المطفية الشوفوية. نجت سيدة أسترالية من مسبب أمراض يعرف بأنه يؤدي إلى إصابة الماشية والأغنام بمرض يسمى الساق الأسود، الذي يؤدي إلى تآكل اللحم وفي النهاية إلى الموت، لتصبح بذلك هذه السيدة الأسترالية أول شخص في العالم ينجو من هذا المرض. نوع من البكتيريا العدوانية والقاتلة تبدأ بتآكل اللحم وإفراز الغازات، بعدها تدخل الأنسجة الميتة المشبعة بالبكتيريا لمجرى الدم وتتسبب في حالة تسمم ثم الموت.